خلينا نفكر بعدين نتعلم وبعدين نشوف. تعالى يا جماعه نفتكر كده، فكركم بحاجه كده كنا قلناها في اول محاضره يمكن خالص. قلنا ان احنا لو احنا عندنا اي سيستم سنجل انبوت سنجل اوت بوت سيستم، لو انا عندي سيستم، السيستم ده الانبوت بتاعه عباره عن يو اف تي، اي داله في التايم فانكشن اوف تايم اسمها يو اف تي، والاوت بتاعه واي اف تي، يبقى عندي سيستم سنجل انبوت سنجل اوت. اذا كانت الديفرنشال ايكويشن اللي هي بتربط الانبوت بالاوت بهذا الشكل، الشكل الموجود قدامنا اللي هي الايكويشن رقم واحد ده، تعالوا نبص عليه كده. إذا كان عندي كوفيشن، خلي بالك إن الواي تو ذا باور ده مش باور، ده عدد مرات تفاضل. دايما الميتيشن لما بيكون موجود بين تو براكتس كده بين قوسين، فده معناه عدد مرات تفاضل. إذا ما كانش في عدد دي كده، فده ممكن أقول إن هي دي باور، تمام؟ يعني خلي بالك دايما الميتيشن دي مهمة. فلو أنا عندي الإنبوت متفاضل عدد معين من المرات وليكن N مرة، مضروب في كوفيشن، وبعد كده بيقل عدد مرات التفاضل، ده بالنسبة للاوتبوت بيساوي الانبوت بهذا الشكل برضه من فاضل n من المرات وهكذا. هنقول ان دي عبارة عن linear differential equation، او اقول ان السيستم بتاعي هو عبارة عن linear system زي ما قلنا. ايا كان عدد مرات التفاضل بالنسبة للانبوت والاوتبوت، ده لا يعني ان السيستم بتاعي non linear. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تقول لي ان السيستم بتاعي non linear لو بصيت على هذه المعادلة، اني الاقي الواي مضروبة في او عدد من تفاضلات الواي مضروبه في عدد من تفاضلات اليو، يعني في حصل ضرب بين الواي واليو مباشره، او اذا كان الاوتبوت او الانبوت مرفوع لباور، يعني يو اس 5 يو اس 4 وهكذا. فيما عدا ذلك الشكل اللي قدامي ده بيعبر دايما عن لينير سيستم، تمام؟ واي نون لينير سيستم في الدنيا بطريقه او باخرى انا اقدر احوله الى لينير سيستم واتعامل معاه. فلازم نكون اول ما نبص كده للمعادله، يعني انا عاوز اتعلم القصه دي يا جماعه، عاوزكم اول ما تبص المعادله كده بتربط بين انبوت واوتبوت، تقدر تقول ان هذا السيستم لينير او نون لينير، تمام؟ الشكل اللي قدامنا ده على طول بيعبر عن لينير سيستم، وده هو محل الاهتمام بتاعنا اللي هو لينير سيستم ده في الكورس بتاعنا. كويس. هنلاقي ان الفريكونسي ريسبونس، المعادله اللي بتعبر عن الفريكونسي ريسبونس لهذا السيستم اللي هو الانبوت بتاعه يو اوف تي والاوتبوت بتاعه واي اوف تي بهذا الشكل. طبعا ليها اثبات لما بنجيب لابلاس ترانسفورم والقصه دي، خلينا نعدي الجزء ده. فنقدر نوصل على فريم جي وجي اوميجا بمعلوميه الكوفيشنتس دي ومعلوميه عدد مرات التفاضل، اقدر اوصل لعلاقه جي او جي اوميجا بهذا الشكل. بتعتمد على ايه هذه العلاقه يا جماعه؟ بتعتمد على الكوفيشنتس بتاع اللي هي الدي ام اللي هي الكوفيشنتس المضروبه في تفاضلات الانبوت، والكوفيشنتس بتاعت الواي ان اللي هي عباره عن التفاضلات بتاعت الاوتبوت. فتبقى الجنرال فورم بتاعها بيكون بهذا الشكل، ان انا برتب ترتيب تنازلي. لو ناخد بالنا كده اهو من دي ام، دي ام بتاعتي هنا اللي هي فين؟ دي ام اللي هي اكبر تفاضل موجود عندي، الكوفيشنت اللي مضروب في اكبر تفاضل من دي ام، وبعد كده دي ام ناقص واحد، وبعد كده دي ام ناقص اثنين وهكذا لحد ما اوصل الى دي نو اللي هي عباره عن الكوفيشنتس بتاعي تفاضلات مقسوم على الكوفيشنتس بتاعت ايه؟ تفاضلات الاوت، بس كل واحده فيهم مضروبه في جي اوميجا مرفوعه الباور اس عدد مرات التفاضل، كنا زمان بنحفظها كده اس عدد مرات التفاضل، بس مرفوعه المرات الباور. ده جنرال فورم، اي ايكويشن بهذا الشكل تقدر تقول ان الفريكونسي ريسبونس بتاع هذا السيستم او الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم ده عن قيم باوميجا مختلفه بتكون بهذا الشكل، تمام؟ يبقى بالتالي لو انا عوضت هنا بقيم اوميجا بقيم مختلفه، اقدر اوصل الى جي او جي اوميجا قيم مختلفة، تمام؟ وبالتالي ده عبارة عن كومبلكس نمبر، مش جي اوميجا ده عبارة عن كومبلكس نمبر، يعني البسط ده كله أنا ممكن أصفيه إلى ريال بارت بلس الماجيني بارت، زي ما تعودنا قبل كده في النايكوس والكلام ده كله. وبرضه المقام نفس القصة بالظبط. يبقى أنا أقدر أجيب المودلس فاليو بتاعته، المودلس فاليو بتاعته هي عبارة عن إيه في الكومبلكس؟
الجذر التربيعي للريال بارت تربيع زائد المشي بارت تربيع، تمام؟ والمقام نفس القصه برضه، الجذر التربيعي للريال بارت تربيع زائد المشي بارت تربيع. هبص عليها في الاخر هيطلع لي قيمه فاليو اللي هي بسميها المودولس فاليو عند اوميجا محدده. يعني بالتالي انا اقدر اجيب عند ديفرنت فاليوز اوف اوميجا اقدر اجيب ديفرنت فاليوز اوف ماجنتيود بتاعت الشيء وشيء اوميجا، تمام؟ لو ضربت هذا الماجنتيود اللي انا بجيبه ده، الماجنتيود اللي انا بجيبه ده بسميه جيم، يعني جي جي اوف جي اوميجا، تمام؟ عند قيم اوميجا مختلفه اخذها في الاعتبار هذه العلاقه هيديني قيم مختلفه، القيم دي بسميها الجيم. لو جبت كل قيمه 20 لوج، القيمه دي يعني 20 لوج الجين عند قيم اوميجا مختلفه هيديني قيمه الجين ده بالايه؟ بالدسم. اوكي؟ دسم، تمام؟ يبقى بالتالي انا اقدر اجيب عند قيم اوميجا مختلفه اجيب ما يعرف بالجين لهذا السيستم بالدسم. كويس قوي. طيب نفس القصه برضه عاوزين نقول حاجه ثانيه علمناها قبل كده. انا ممكن اجيب برضه جي وجي اوميجا دي اقدر اجيبها من ريال بارت وماجيني بارت فوق وريال بارت وماجيني بارت تحت، وبالتالي اقدر اجيب الزاويه اللي هي 10 ماينس 1 اللي بماجيني بارت على الريال بارت، تمام؟ يبقى في الحاله دي اقدر اجيب الفيز عند كل قيمه اوميجا، يبقى بالتالي اقدر احسب الزاويه عند كل قيمه اوميجا، دي بسميها الفيز. اقدر احسب الفيز عند كل قيمه اوميجا زي ما كنا بنحسبها فين؟ ففي النايتوس والجلوكوس والقصه دي نفس الكلام. يبقى اقدر اجيب جين وفيز، بس المره دي الجين بتاعي احسبه بالنسبه. كويس قوي. تعالى ناخد مثال بسيط كده بس نقرب الصوره دي قبل ما ندخل في قصه الجول بلاي. لو انا عندي دايره كهرباء، دايره صغيره بالطريقه دي كده، عندي فولتج سورس اسمه اي اوف تي وبيغذي دايره بهذا الشكل. وهقول انا بهتم بحاجتين في الدايره بتاعتي، بهتم بانبوت معين بيتغير واشوف ارصد تغير الاوتبوت المقابل ليه. الانبوت بتاعي اللي بهتم بيه هو عباره عن الاي اوف تي. يعني الفولتج ده بيتغير مع الزمن بطريقه معينه، سميته اي اوف تي، فانكشن اي اوف تي. والاوتبوت بتاعي اللي انا عاوز اعرف قيمته هو عباره عن الاي 2 اوف تي. انا عندي تو لوبس، اللوب الاولانيه فيها اي 1 واللوب الثانيه فيها اي 2. اللي يهمني عاوز اشوف اي 2 ده بيتغير ازاي مع تغير قيمه اي اوف تي. وبعد كده اجيب الفريكونسي ريسبونس لهذه الدايره. هو ده معنى الفريكونسي ريسبونس، ان انا بعد ما اجيب الديفرنشال ايكويشن اللي بتربط الاي 2 اوف تي مع الاي اوف تي ادور على جنرال ريليشن دي واقدر اجيب الجي اوف جي اوميجا واعوض عن اوميجا بقيم مختلفه، وبالتالي اقدر اعرف اي 2 هيتغير ازاي عند تغير قيم اوميجا المختلفه. ده ما يعرف بالفريكونسي ريسبونس بتاع السيستم اللي موجود عندي اللي هي دايره الكهرباء دي بعتبرها سيستم صغير. طب تعالوا نشوف عملناها ازاي. المعادله الاولانيه دي مش هنقدر اقول ان الاي اوف تي اللي هي الكيرشوف فولتج لوب دي اللوب بتاعت الاولانيه، الاي اوف تي بيساوي فولتج دروب على ار 1 زائد الفولتج دروب على ار 2، الفولتج على ار 3، الفولتج دروب على ار 3 هو عباره عن اي 1 ماينس اي 2 مضروب في ار 3. تعالوا نشوف المعادله بتاعتها. اقدر اقول ان الاي اوف تي بتساوي ار 1 في اي اوف تي زائد ار 3، افتح قوس اي 1 اوف تي ماينس اي 2 دي اللي هي الايكويشن بتاعت اللوب الاولانيه. طب الايكويشن بتاعت الجروب الثانيه ما عنديش اي نوع من الفولتج سورس، يبقى عندي 0 بيساوي ار2 في اي2 اوف تي اللي هو الفولتج دروب هنا زائد ار3 في اي2 ماينس اي1 اوف تي، يبقى ده الفولتج دروب على الريزستنس اللي في النص زائد المفروض ال اللي هو سي الفولتج دروب عليها. الفولتج دروب على ال هو عباره عن ال في دي اي باي دي تي، يعني ال اي2 متفضى مره واحده بالنسبه لي. الفولتج دروب على المكثف عباره عن 1 على سي في تكامل من 0 ل تي، الكرنت اي 2 هو اللي بيمر في المكثف هنا بالنسبه كده دي تي. طبعا انا عاوزها فانكشن اوف تي، فبكمل بالنسبه لتاو وبعد ما تطلع لي اعوض بقيه من ليمتس بتاع تي، فتطلع لي ده اللي انا بس في كام خطوه اختصرتها هنا يا جماعه. انا عاوز اضيف في الاخر علاقه بين ايه؟ بين الايبوت والاوت، بين الاي اوف تي والاي 2 اوف تي. فجيت عملت ايه؟ فضلت المعادله الاولانيه، فضلت المعادله الثانيه يا جماعه هنا. لو جينا فضلنا المعادله الثانيه، ليه انا فضلت المعادله الثانيه؟ عشان اخلص اسم حته التكامل دي. لما اجي افاضل حاجه بتكمل هو داخل ما داخل التكامل هو نتيجه التفاضل. وبعدين عوضت المعادله في الثانيه، هي معادلتين في مجهولين. يعني عوضت باي 2 عملت اليمينيتنج لاي 1 من المعادله الاولانيه، فبقت عندي معادله اقدر اوصل في الاخر المعادله مش هيظهر فيها غير
ايتوا انتوا هتعملوها في كام خطوه كده، بس مش ده الهدف بتاعنا، مش مشكله دي. المهم في الاخر انا هوصل للمعادله اللي موجود فيها الانبوت والاوت اللي هو عباره عن اي 2 والاي اوف تي، تمام؟ فوصلنا للمعادله بهذا الشكل. بصينا على الكوفيشنتس بتاعتها وقارناها بالمعادله العامه اللي هي رقم واحد، فقدرنا نستنتج قيم الكوفيشنتس اللي هي الاي والبي. شفنا الكوفيشنتس طبقها المعادله الثانيه دي، سميها رقم 2 او سميها اي رقم المعادله الثانيه دي. المهم قدرنا نوصل الى الفريكونسي ريسبونس بيست على الديفرنشال ايكويشن اللي وصلت لها بين الانبوت والاوت. فوصلنا حاجه بالشكل ده. فرضنا قيم ار 1 وار 3 مثلا 10 اوم، ار 2 25 اوم وهكذا. وصلت في الاخر الى جي اوف جي اوريدا بهذا الشكل. اللي هي بالمقارنه دي، بالمقارنه الكوفيشنتس دي مع الكوفيشنتس دي، ونطبق المعادله دي بيست على الكوفيشنتس اللي احنا وصلنا لها. فوصلنا ان جي اوف جي اوميجا بهذا الشكل. في البسط في عندي نص مضروب في جي اوميجا والمقام بهذا الشكل. عاوزين نرسم ما يعرف بالجود بلوت. جود بلوت لهذا الشكل. يبقى انا عندي ترانسفير فانكشن دلوقتي، الترانسفير فانكشن دي عاوز ارسم لها الجود بلوت. او عاوز ارسم لها الفريكونسي ريسبونس بتاعها. يعني الجين قيمته قد ايه عند الفريكونسيز المختلفه، والفيس قيمته قد ايه عند قيم الفريكونسيز المختلفه. طيب. انا هعلمكم بس الاوامر دي، عاوز تعرفوها بعد ثلاث اوامر دي كده في الماك باي. ليه احنا عاملينها كده؟ لان احنا لما هنيجي نرسم الجود بلوك بطريقه تقريبيه هتبص تلاقي ان الماك باي بيحل لك المشكله دي في خطوتين. ويطلع لك طبعا اكيوريت عن اللي انا برسمه، ان انا برسمه انا مع الطريقه التقريبيه دي، انا برسم ما يعرف بالاسيمتوتس. الاسيمتوتس بتاعت الداله، مش برسم الداله بصوره اكيوريت. هنعرف الاسيمتوتس دي هفكركم بيها دلوقتي. طيب تعالوا نشوف كده ايه الامر الاولاني في الماك باي. نتعلمها مع بعض. لما بقول لوج سبيس من ناقص واحد لحد اربعه، اللوج سكيل هو عباره عن ايه؟ اللوج سكيل هو عباره عن سكيل وليكن مثلا محور الافقي ده، كل بين كل بوينت والبوينت اللي بعديها على مسافات متساويه كده، يعني دي 1 سم، دي 1 سم، دي 1 سم، المسافه بين كل واحده والثانيه هي 1 سم، 1 سنتيمتر مثلا، نتخيلها كده، ولكن القيم المعبره عنها هي حاصل ضرب في 10. يعني المسافه دي على الرغم ان هي 1 سم فهي تمثل لي لو ده 1 من 10، لو دي اوميجا 1 من 10 يبقى ده 1 من 10 في 10 فيديني 1، اللي بعديه 10، اللي بعديه 100 وهكذا، اللي هو اللوج سكيل اللي هو يديك بالظبط كانها في، لو انا جبت اللوج بتاع 1 من 10 يديني كام؟ ماينس 1، برافو عليك ماينس 1، تمام؟ طيب لوج 10 يديني كام؟ 1، لوج 100 اللي هي 10 اس كام يديني الرقم يعني، عدد الاصفار، لوج 10000 يبقى 4 وهكذا. فكانها 1 2 3 4 بالسنتيمتر، ولكن في اللوج سكيل هي بتعبر عن قيمه مضروبه في 10. بسمي هذه القيمه يا جماعه دي ديكيد. الديكيد اللي هي ايه؟ حتى لغويا الديكيد هو عباره عن ايه؟ اللي هو كل 10 سنين يعني، بيقول لك افري ديكيد يعني كل 10 سنين، كل حقبه من الزمن ولا بيسموها ايه؟ اظن حاجه زي كده، كل 10 سنين. فدي كانها بالظبط بتضرب في كام؟ في 10، دي بتضرب في 10، بتضرب في 10 وهكذا. فبسمي الكلام ده ديكيد، تمام؟ اللي هي اللوج سكيل اللي بتتضرب في 10. طب يبقى الاولانيه هنا هو دبليو بتساوي لوج سبيس من ناقص 1 ل 4، هي هتعمل لي خط افقي باللوج سكيل. هبص الاقيها بيقسموا لي كده 1 من 10، 1 10 100 وهكذا. الخط الافقي ده بيعبر لي عن اوميجا، مفيش حاجه اسمها اوميجا، مفيش سبيشال كاركتر جوه المات لاب، مفيش اوميجا. فانا استخدمت رمز دبليو، دبليو زي الاوميجا، تمام؟ فالدبليو دي هو بتعبر لي عن قيم فريكونسيز مختلفه على المحور الافقي. تمام؟ يبقى هي دي القيم الفريكونسيز المختلفه. اللي هي هبتدي احسب عندها الجين اللي هو بيساوي 20 لوج جي اوف جي اوميجا، ويطلع لي رسمه في الشكل اللي فوق، وفي نفس الوقت يطلع لي رسمه الفيز الناحيه الثانيه. تعالوا نكمل كده الايه الاوامر، يعني كان بيبقى عندي اوميجا بالراديانس، تمام؟ وفوق الجين وتحت الفيز. الجين هو عباره عن 20 لوج جي اوف جي اوميجا عند قيم اوميجا مختلفه، 20 لوج المودولاس فاليو بتاع جي اوف جي اوميجا، يعني كان القيم دي كلها تبقى بايه؟ بالديسيمال. المحور الراسي هتبص له كانه ورقه رسم بياني عاديه خالص، مربعات متساويه. دايما انا باخد كل مربع قيمته بيساوي 20 ديسيمال، يعني بعتبر كل مربع ب 20 ديسيمال عشان تطلع لي القيمه 20 لوج المودولاس فاليو بالديسيمال، فبقول 20 40 60 وهكذا. وتحت الزيرو ديسيمال ده ماينس 20 ماينس 40 ماينس. الفيز على نفس القيم دي
نفس قيم الجي هيبتدي يرسم لي برضه الفيس بالديجري 15 درجه ناقص 15 ناقص 180 وهكذا. يبقى في الاخر الشكل اللي هيطلع قدامي على الشاشه لما اجي اكتب البرنامج ده هو قيم للجي وقيم للفيس، هو ده البوت بلوت. تعالوا نكمل بقيه الاوامر بتاعتنا. يبقى اول حاجه حددنا المحور الافق تمام اللي هو باللوب سكيل. تاني حاجه بقى هنعرف ان في عندي دالتين، داله في البسط وداله في المقام. فاكرين زمان لما كنا اس تربيع زائد 4 اس مش عارفين القصه اللي قلناها في الاول خالص. علشان اعرف بولينوميال عندي بعرفها زي الماتلاب بالكوفيشنتس بتاعها زي البولينوميال. يعني لما كنت بقول مثلا 5 اكس تربيع زائد 2 اكس زائد 1 يكفي ان انا اعرف الماتلاب ان في عندي حاجه اسمها اي داله اسمها نيوميريتور مثلا 5 2 1 فده اللي عرفته. البسط عندي 5 من 10 جيوميه كانها 5 من 10 اس زائد 0 لازم اكتبهم بالترتيب اللي مش موجوده بحط مكانها 0 ترتيب تنازلي لحد اس تو ذا بار 0 لحد جي اوميجا تو ذا بار 0. فبص الاقي البسط بتاعي 5 من 10 0 ده النيوميريتور ده البسط تمام. طيب المقام عندي عباره عن ايه؟ تعال نبص على المقام هنا الكوفيشنت هنا 1 30 10 اس 6 اهو بحطهم برضه الدينومينيتور اهو 1 بتوين تو براكتس كده 1 30 ال 10 اس 6 بكتبها في الماتلاب 1 اي 6. يبقى كده انا عرفت ان انا في عندي بولينوميال تمام؟ داله بولينوميال اسمها النيو ام تمام؟ قيمتها هي عباره عن 5 من 10 اس زائد 0 وداله ثانيه اسمها دي اي ام قيمتها اس تربيع زائد 30 اس زائد 10 اس 6. طيب الخطوه اللي بعدين قلت له ابني ترانسفير فانكشن اسمها جي تي اف دي معناها ترانسفير فانكشن ده البسط بتاعها وده المقام بتاعها. يبقى تي اف نيوميريتور ودينيوميريتور ده اهو الماتلاب هيفهم ان هو هيكون ترانسفير هيكون بسط على مقام ده هيكون النيو ام على الدي ام ترانسفير فانكشن وسميها جي. الخطوه اللي بعديها او في نفس السطر على طول ارسم الجود بلوك للفانكشن جي او الترانسفير فانكشن جي مع المحور الافقي اللي اسمه دبليو. هو من نفسه هيعمل بقى المحور الراسي اللي هو بالديسك والكلام ده الامر الجود ده انترنالي بيبني المحور الراسي ويبتدي يرسم لي الرسمه. اوكي؟ الثلاث خطوات دول تقدروا تعملوا بيهم اي جود بلوك. تعالوا بقى لما نيجي نرسم الجود بلوك بقى مانيوال بايدينا قصه طويله جدا وبعمل حاجه اسمها اسمبتوتس. والله طبعا لو انت شاطر ما انت ممكن تقعد تفهم هي القصه تبقى ايه؟ انت بتقعد تعوض في قيم اوميجا وتشوف القيمه المقابله ليها خلاص وتوصلهم ببعض. هي رسم عادي زي ما كنا بنتعلم زمان يعني بس هو مانيوال انا بكتبها برسمها ازاي؟ بعمل حاجه اسمها اسمبتوتس. ايه هي الاسمبتوتس؟ فاكرين لما قلناها في اول الترم خالص؟ اللي هي كانها خطوط مستقيمه منكسره كده بتعبر لي عن شكل الكيرف. يعني لو انا عندي مثلا حاجه زي كده يا جماعه تعال ناخد اي حاجه كده ده شكل الكيرف مثلا ده كده عاوز ارسمه بس اسيمتوت كده. انا ممكن اعمل كده ممكن اعمل كده اهو ممكن اعمل كده ممكن مش عارف اجي اعمل كده وده كده اروح اعمل هنا وده كده هنا كده كده يبقى شويه خطوط مستقيمه كده هي مقربه جدا الى الداله الاصليه ولكن ممثله بمجموعه من الخطوط المستقيمه ما هياش اكل هي مش ما فيش فيها كيرفتش ولكن هي خطوط مستقيمه بتنطبق الى حد ولكن طبعا مش باكيرسي 100% تنطبق على الشكل اللي هو الاكل اللي انا ممكن احسبه. لما باجي انا ارسم بقى باستخدام الجود بلوك بتاعي برسم كده اسيمتوتس. يبقى اللي بيترسم في الجود بلوك هو اسيمتوتس هي قيم تقريبيه وليست قيم اكل. عاوز احسب قيم اكل يا اما استخدم الماتلاب يا اما احسب بايدي عند قيم اوميجا مختلفه واطلع قيم الاوميجا المقابله. خلاص؟ تعال نشوف بقى بنرسم ازاي تقريبيا بقى الجود بلوك وايه معنى الجود بلوك. هنمسح الكلام ده ونشوف. برسمه ازاي اذا كان عندي ترانسفير فانكشن؟ اولا البوت بلوك ده انا برسمه ليه؟
انا برسمه علشان احكم اذا كان السيستم بتاعي ستيبل او انستيبل، زي ما كنا بنعمل برضه قبل كده في النايتروست والنيوت لوكس، وعلشان اعرف السيستم بعيد عن الانستابيليتي قد ايه، بحيث ان انا اعرف ايه هي الترم اللي ممكن ازوده على البوست بتاعتي، او ايه هو الكنترولر اظبط البارامترز بتاعته ازاي عشان احول السيستم بتاعي من انستيبل الى ستيبل سيستم. تمام؟ برسمه لايه؟ برسمه للاوبن لوب ترانسفير فانكشن. فاكرين زمان احنا كان عندنا حاجه فقط برضه بس صغيره كده، لو انا عندي جي كده اتش بالشكل ده كده، ده ريفرنس للاوت بتاعي ونيجاتيف فيدباك بالطريقه دي. فبقول ان انا عندي الاوبن لوب ترانسفير فانكشن، الاوبن لوب ترانسفير فانكشن هي عباره عن جي في اتش، حصل ضرب ده كاني قطعت ده كده، حصل ضرب جي في اتش ده بيديني الاوبن لوب ترانسفير كلوز لوب ترانسفير فانكشن اللي كنا بنستخدمها عشان نجيب الكاركترستيك ايكويشن اللي بنحسب منها الراوث كرايتيريا ونعرف اذا كان السيستم ستيبل او انستيبل، هي عباره عن ايه؟ جي على واحد زي جي اتش، حيث واحد على جي اتش دي لو جيت سويتها بالزيرو هطلع منها بمعادله، المعادله دي بستخدم فيها الراوث هيرويتس واقدر اتشيك اذا كان السيستم ستيبل او انستيبل. تمام؟ بيشتغل على الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. واحنا عرفنا حاجه ثانيه برضه، عرفنا ان الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اي اوبن لوب ترانسفير فانكشن في الدنيا اقدر اعملها بسط على مقام بهذا الشكل وجاي الجنرال فورم والمقلب يقدر يحولني بهذا الشكل مباشره. عرفنا حاجه ثانيه برضه، عرفنا ان على حسب قيمه الفاليو بتاعت ال ان هنا بحدد مرار السيستم تايب. لو كانت ال ان بتاعتي ب 0 فبقول السيستم بتاعي اوف تايب 0، لو ال ان ب 1 اوف تايب 1 وهكذا. تمام؟ طيب عشان ارسم البوت بلوت بقى الاسيمتوتس اللي هو البوت بلوت التقريبي، مش زي اللي استخدمناه في المات لاب ده، لا عشان ارسم رسمه تقريبيه للبوت بلوت ببص على الاوبن لوب ترانسفير فانكشن واقسمها. طب نشوف هنقسمها ازاي؟ عاوز تركز معايا يا جماعه، مش هتلاقوا الكلام ده يعني مباشر في الكتاب كده واحده واحده معايا. بقسمها ازاي عشان اعرف ارسم ان شاء الله في الرسم ده ازاي؟ بقسمها جزء ما يخص الكي على اس على ام، يعني كان في جزء كده لوحده كي على اس على ام، اس كي على اس تو ذا باور ام، ده جزء، وجزء تاني مرتبط بالزيروز اللي هو اس ماينس تاو 1، وجزء مرتبط بالكونز اللي هو اس ماينس تاو 3. ده اللي انا عامله هنا، ان الجي كي جي اوف اس اتش اوف اس بقسمها، ممكن تكون كي بس اذا كان الان بكام؟ بزيرو. تمام؟ لو الان بزيرو اس اس 0 1 فكانها كي على الكلام ده كله. انا هاخد بس اللي قلت الجزء الاولاني اللي هو الكي، ممكن تكون كي، كي على اس اذا كان تايب 1، كي على اس تربيع، كي على اس تكعيب، كي على اس وهكذا. تمام؟ وبقيه الاجزاء واحد على ده عشان اخد الكل في اعتباري، او اللي فوق لوحده لو انا عاوز اخد الزيرو في اعتباري. تعالوا بس هتبان دلوقتي ستيب باي ستيب كده. وفي حاجه اسمها عندي الكورنر فريكونسي، ايه هي الكورنر فريكونسي ده؟ الكورنر فريكونسي هي القيمة اللي تخليني الترم ده بزيرو، يعني هي قيمة اس، لو انا عوضت عنها تخليني بواحد مش بزيرو، يعني ايه؟ تعالى اقول لكم بطريقة سهلة كده، لو انا عندي مثلا 5 اس زائد 4 كويس؟ في المقام انا ممكن اطلع 5 مرة صح؟ مكانها اس زائد 4 على 5. تمام؟ أو ممكن أطلع الأربعة بره. تمام؟ لو طلعت الأربعة بره يبقى عندي 5 على 4 اس زائد 1. أنا بشتغل على دي، إن أنا بخلي الكوفيشنت مضروب في اس زائد 1. يعني بخلي دايما اقول ان الفيلم ده قيمته بكام؟ 1. تمام؟ عن طريق ان انا باخد مشترك. بشوف قيمه الاس اللي اعوض بيها هنا وتخليني الترم ده زي الترم ده، يعني تخليني كل الترم ده بواحد، يبقى الاس قيمتها بكام؟ 4 على 5. القيمه 4 على 5 طبعا الكلام اللي بقوله ده يا جماعه ليه اثبات وليه قصه طويله، بس احنا عاوزين نعرف ازاي نرسم، وهخليكم بعد كده تعملوها بالمات لاب وتقسمها بايدك، وتشوف ازاي ان الاسيمتوت سي قريبه منها جدا. يبقى قيمة اس لو انا عوضت الاس بتساوي 4 على 5، بسمي هذه القيمة
كورنر فريكوانسي، بسميها ايه؟ كورنر فريكوانسي. يبقى الكورنر فريكوانسي دي قد تكون مرتبطه بزيرو وقد تكون مرتبطه بكورنر، تمام؟ على حسب هي موجوده في البسط ولا موجوده في المقام. يبقى عندي حاجه اسمها كورنر فريكوانسي قيمتها بتساوي 1 على 3. يعني ازاي؟ لو انا جيت طلعت جو واحد من بره هنا يبقى كانها ايه؟ السمعه تبقى عباره عن ايه؟ لو طلعت هنا جو بره صح؟ يبقى كانها 1 على تاو تمام؟ ماينس 1. يبقى لو عوضت عن اس في تاو او العكس يا جماعه، لو عوضت عن اس المهم احطها في الصوره دي، يعني عاوزين نحطها دايما في الصوره دي، حاجه زائد 1 وبعدين الكوفيشنت ده بكتب بشوف بعوض بكلمه اس اللي هي تعمل لي الكورنر فريكونسي. الكورنر فريكونسي ده ممكن يكون عنده كون او الكورنر فريكونسي ده ممكن يكون عنده زيرو، تمام؟ طيب بعد كده بحدد الرينج بتاعت الرسمه بتاعتي. الرينج بتاعتي بقى بعرفه ازاي؟ انا حسبت الكورنر فريكونسي عشان ما الخبطش في الرسمه، بناخد 1/10 من اصغر كورنر فريكونسي اذا كان كون او زيرو ما يهمنيش، بضرب فيه 1/10 وبعدين اضرب 10 في اللارجست كورنر فريكونسي. يبقى انا كده حددت الرينج بتاعي، حددت الرينج بتاعي من كام لكام. هقولها كمان مره، لو مشينا على الخطوات دي انا بقول لكم هتلاقوها مكتوبه في الكتب بطريقه هتوه فيها، مش عاوزين احنا عاوزين نحدد شغلنا. لو مشينا على الخطوات دي عمرك ما تغلط ابدا. هقولها كمان مره، بحسب الكورنر فريكونسي وعرفنا نحسبها ازاي. كورنر فريكونسي بطلع بخلي دايما قيمه مضروبه في اس والترم الثاني اللي هو الحر اللي واخده هنا بخليه 1، تمام؟ فطالما خليته 1 خلاص انا طلعت مشترك بره، ابص على ده لوحده واحسب قيمه اس اللي تخليني ده زي ده. اوكي؟ قيمه اس في هذه الحاله بسميها كورنر فريكونسي. ممكن تبقى في البسط ممكن تبقى في المقام. احسب الكورنر فريكونسيز كلها لكل الاقواس اللي في البسط وكل الاقواس اللي في المقام. واخد اصغر كورنر فريكونسي واقسمها على 10. يبقى هي دي بدايه الرينج بتاعي. تمام؟ واخد اكبر كورنر فريكونسي واضربها في 10 يبقى دي نهايه الرينج بتاعي. يبقى كده انا عملت اللوج سكيل بتاعي من تحت. يعني طلعت مثلا من 8/10 لحد مثلا 102 مثلا كمثال. يبقى اخد الرينج بتاعي ايه؟ بالسنس بقى كده. ممكن اخده مثلا من 1/10 لحد كام؟ 102 لما بعديها تبقى عباره عن ايه؟ لوج سكيل. عرفنا يا جماعه السنس بنفكر بيه ازاي؟ ان انا احطها في هذه الصوره، عشان كده بقول 1/10 وبعديها 10، بضرب في 10 اكبر قيمه واصغر قيمه اضربها في 1/10. يبقى انا كده حددت الرينج بتاعي. يبقى حددت الكولر فريكونس وحددت الرينج. هبتدي ارسم ازاي؟ المفروض ان المحاور بتاعتي انا متخيل هتبقى بالشكل ده. 1/10 1/10 100 او مثلا 1/100 واحد، المهم زي ما تطلع بقى على حسب الرينج. المحور الرأسي بتاعي هيبقى عباره عن مربعات متساويه بالديسيمال، كل مربع ناخده ستاندرد فورم كده 20 ديسيمال. اوكي؟ 20 40 60 وهكذا، يبقى تحتيها ماينس 20 ماينس 40 ماينس 60 وهكذا. تمام؟ والريفرنس بتاعي هو القيمه اللي عندها زيرو ديسيمال، ده كده زيرو ديسيمال. لما اجي اقسم الزاويه برضه نصيحه، لما نيجي نرسم الزاويه. الزاويه برسمها ازاي؟ المحور الافقي بتاع الزاويه هو نفس برضه الاوميجا، لان ده هو نفس المحور ده. يعني انا برسم الجين اجينست الفريكونسي بالريديوس وفي نفس الوقت الزاويه برضه مع قيمه الاوميجا بتاعتي. باخدها ازاي بقى قيمه الزاويه؟ بعتبر الريفرنس بتاعي دايما يا جماعه زاويه، يعني ريفرنس خط كده عند زاويه مقدارها ناقص 180، تعمله بالقلم كده تقيل شويه. ده اللي يعبر عن ناقص 180، لان الخط ده يهمني بعد كده القيمه ناقص 180، الفيز اللي كنت ناقص 180 هيعبر لي عن حاجات كتيره بعد كده هنشوفها ازاي. فيبقى كانه الريفرنس بتاعي هنا زيرو ديسيمال والريفرنس بتاعي هنا ماينس 180. تمام؟ بعد كده هخلي كل مربع راسي بيعبر لي عن زاويه مقدارها، خلي بالكم من القيم دي، زاويه مقدارها 45 درجه. يعني ناقص 180 ازود عليها فوق 45 درجه تبقى ناقص 135. 45 درجه يبقى ناقص كذا 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 لحد ما اوصل لصفر وبعدين 45 وبعدين 90 وهكذا. انزل تحت برضه ازود 45 بالنيجاتيف يبقى ناقص 180 ناقص 45 ناقص وهكذا. تمام؟ كويس قوي. يبقى دلوقتي خلاص انا بقى عندي تصور لشكل المحاور بتاعتي
كل اللي عملته دلوقتي حاجه واحده بس، ان انا حددت حدود عندي، مقياس رسم افقي ومقياس رسم خلاص. تمام، ده اللي عملته. هنبتدي بقى نشوف هنبدا الرسم ازاي. كل اللي انا كاتبه هنا يا جماعه ده ازاي ابتدي الرسم. انا لسه ما رسمتش، هناخد مثال المره الجايه زي نفسي، لكن ازاي ابتدي الرسم. الرولز دي برضه ركزوا معايا قوي فيها. لو السيستم بتاعي يا جماعه تايب زيرو، ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف هنفكر ازاي. سيستم تايب زيرو يعني معناها ان اس مرفوعه باور زيرو، يعني كانها كي بالشكل ده كده، كي على الكلام ده. تمام؟ كي بالشكل ده. انا ما يهمنيش، انا المهم دلوقتي عرفت حاجه واحده، عينيا ما تبصش على حاجه واحده عشان ابتدي الرسم، ابتدي الرسم بتاعي. الكي بتاعتي دي الاس لو مرفوعه باور كام؟ مرفوعه باور زيرو، خلاص ماليش دعوه بالباقي. يبقى هبدا الرسم بتاعي بقيمه مقدارها بالنسبه للجين 20 لوج كي. اشوف قيمه كي دي موجوده عندي في المساله، اشوف قيمه كي اللي عندي وهنا مفيش اس خالص، يبقى على طول هبتدي الرسم بتاعي ان انا اعمل خط مستقيم قيمته 20 لوج كي. كي طلعت باربعه، طلعت بخمسه، طلعت بست، اي حاجه، احسب 20 لوج كي واعمل خط مستقيم. بس دي البدايه بتاعتي في حاله ما اذا كان السيستم بتاعي الاوبن لوب ترانسفير فانكشن بتاعته وفي تايب كام؟ تايب زيرو. تمام؟ طيب الفيس بتاعي ببدا بزاويه مقدارها زيرو. دي القاعده بتاعت اذا كان السيستم بتاعي الاوبن لوب ترانسفير فانكشن بتاعته في تايب كام؟ زيرو. طيب اذا كان السيستم بتاعي في تايب 1 برضه ما فيش حاجه تهمني غير قصه الكي والاس في الباور كام؟ فعندي كي على اس. خلي بالك هبتدي ازاي بقى؟ هاخد قيمه كي وامشي على المحور الافقي اللي هو بتاع ايه؟ بتاع الاوميجا بتاعتي لحد ما اوصل لقيمه كي. خلي بالكم الخطوه اللي عاملها، اوصل لقيمه كي ارجع لورا 1/10 من قيمه كي، اطلع 20 نسبه اوصل للبوينت، اوصل التو بوينتس ببعض يبقى ده الريفرنس لاين بتاعي. هقولها كمان مره، يعني جيب دي 1 دي كده 2 دي كده 3. يبقى لو السيستم بتاعي اوف تايم، لو السيستم بتاعي اوف تايم 1 باخد الكي دي واحطها هنا وارجع 1/10، يعني برجع كام؟ 1/10 يعني برجع ديكيد، يعني برجع لورا ديكيد. تمام؟ واطلع 20 ديسيبل، يبقى كان الخط ده الميل بتاعه 20 ديسيبل بير ديكيد. ال 1/10 ده ديسكيل صح؟ على السكيل عارف اه. دي ال 20 ديسيبل دي انا بقول لك، ما بقول لك التقسيمه بتاعتك عامله ازاي؟ اللي فوق مربعات متساويه كده 20 40 60 وهكذا. فانا هتحرك ورا كده 1/10 واتحرك مربع 1 سم 1 سم اطلع لفوق، يبقى هو ده ال 20 ديسيبل. حددت بوينت اوصل بينهم كده، يبقى انا عرفت الريفرنس لاين بتاعي اللي هبدا منه اكمل رسمتي على حسب الترانسفير فانكشن بتاعي. ده اذا كان السيستم بتاعي في تايب كام؟ تايب 1. ببدا بزاويه مقدارها كام؟ ناقص 90. بنزل تحت الزيرو ناقص 90. يبقى بدايه الرسم بتاعي هعمل كده على الفيس بتاعي عند ناقص 90 كده، اعمل خط خفيف كده بقلم الرصاص واعتبر ان ده الريفرنس بتاعي، هبتدي ارسم منه. احنا بنحدد البدايات بس. طيب إذا كان السيستم بتاعي في تايب 2 نفس القصة بس هاخد السكوير روت بتاع كي، يبقى هاخد السكوير روت بتاع كي وارجع 1/10 جذر كي واطلع مش 20 هطلع 40 ديسم بيرد كي، والبوينت دي احددها هنا واعمل خط مستقيم. طيب لو كان اوردر 3 نفس القصة، الجذر التكعيبي الكي وارجع 1/10 من جذر كي واطلع 60 ديسك برديكيل واعمل خط مستقيم. 80 نفس القصه، 80 يبقى الجذر وهكذا. تمام؟ كل مره بزود 20 ديسك وكل مره بيبقى الجذر التربيعي، الجذر التكعيبي، الجذر الرابع، مش عارف القصه دي. يبقى عملت الريفرنس بتاعي اذا كان السيستم بتاعي اوف تايب تايب 2. طيب خلاص احنا عرفنا دلوقتي الجنرال فورم اللي هو مرتبط بايه؟ مرتبط بالحته دي كي على اس. لسه بقيت القصص بقى اللي هي الوسط والمقام اللي هي الكورنر فريكونسي. طيب برضه عاوز اقول لكم حاجه يا جماعه، لو كان
اوف تايب 2 ببدا بفيس قدامه ناقص 180 كل مره بزود ناقص 90 ناقص 90 وهكذا. طيب لو الكورنر فريكونسي بقى معبره عن كود، لو الكورنر فريكونسي يعني انا خلاص وصلت للقيم دي وماشي على هذا الخط وقابلت كورنر فريكونسي، انا خلاص ده الريفرنس بتاعي، قابلت كورنر فريكونسي عند قيمه معينه، ده الخط الريفرنس بتاعي. مشيت عليه نازل على السيجل ده كده وقابلت هنا كورنر فريكونسي معبره عن بول. كل بول بينزل لي زاويه مقدارها 45 درجه. وكل زيرو بيطلع لي زاويه مقدارها 45 درجه. خلينا في البول الاول. تعالوا نشوف كده. لو انا ماشي ادور على الخط ده وقابلت بول مقداره، تعالوا نبص كده. الكورنر فريكونسي هنا مقدارها كام؟ دي مجموعه على واحد، يبقى اقدر اشيل اس واحط مكانها واحد على تاو، يبقى انا في عندي كورنر فريكونسي عند واحد على تاو. وده بول. يبقى هنزل زاويه مقدارها 45 درجه، هنزلها ازاي؟ تعالوا نشوف كده. هنزلها في سكتي، يبقى هتحرك دي كي، يعني هضرب واحد على تاو دي هضربها في 10، تبقى 10 تاو، 10 على تاو، وانزل 20 دس بالبرديكيل واوصل البوينت للبوينت. انا بقى متحرك افقي متحرك راسي هعمل نفس العمليه، هي رول عامه. هقولها كمان مره. لو انا جيت قابلت يا جماعه كورنر فريكونسي معبرة عن طول، بنزل زاوية بنزل قيمة مقدارها 20 ديسيبل عند هذه الكورنر فريكونسي، فأنا ماشي نعتبر إن أنا الريفرنس بتاعي الخط الأفقي، ممكن ما يكونش خط أفقي ممكن يكون خط مائل أيا كان، أنا دلوقتي بعتبر هنا إن أنا مش خط أفقي. الخط الأفقي ده وصلت للكورنر فريكونسي اللي هي واحد على تاني، عاوز أنزل 20 ديسيبل بير ديكيت، بنزلها إزاي؟ بتحرك ديكيت يعني أضرب في 10 وأنزل 20 وبدو على استفاق كده، يبقى دي عباره عن 20 ديسم في الدقيقه. 20 ديسم في الدقيقه مالهاش علاقه بالتايب بتاع السيستم كلاس، طالما انت ابتديت صح انت خدت التايب في اعتبارك، ده سؤال كويس، انا خدت التايب في اعتبارك مسبقا لما حسبت الكي على السات، انا خدت مسبقا وبقى عندي ريفرنس ماشي عليه. ايا كان بقى الريفرنس اللي انا ماشي عليه بنزل 20 ديسم لما اجي. كون كورنر فريكونسي عند كون واطلع 20 ديسم لو كان لما بقابل زيرو. فاحنا اتحركنا كده 10 تاو بقت ديكين ونزلت 20 ديسم وعملت ده على اصلا. طيب بالنسبه للزاويه خلي بالك يا جماعه من الزاويه. كل بول يقابلني ينزلني 45 درجه. كل بول يقابلني ينزلني 45 درجه. كل زيرو يقابلني اطلع 45 درجه. فانا قابلت بول عند واحد على تاني. يبقى هروح نازل زاويه مقدارها 45 درجه. بصوا اللي هعمله بقى. ارجع من الواحد على تاو دي قيمه مقدارها واحد من عشره من الواحد على تاو. ارجع واحد من عشره من واحد على تاو، تمام؟ بقت عندي البوينت دي، تمام؟ اوصل البوينت دي بال 45 درجه ومديها على استقامتها لحد ما اوصل ل 10 على تاو واروح اعمل خط مستقيم. يعني اعملوها بس دي خط مستقيم لحد الى اشعار اخر، يعني نتكلم فيها المره الجايه. هقولها كمان مره، هقولها كمان مره. عند واحد على تاو طالما ان هو بول هنزل زاويه مقدارها 45 درجه، اعمل هنا مثلا في بوينت رقم 2 هجيب مثلا واحد ونزلت 45 درجه. رجعت بعد كده في بوينت رقم 3 واحد من 10 حطيت البوينت دي وصل الديب دي ومديها على استقامتها لحد ما توصل الى 10 على تاو. وبعد كده بدل ما هو يستمر لا هيبقى خط افقي موازي للمحور بتاعك اهو هذا الشكل. خط افقي هيبقى خط افقي. تعالوا دلوقتي نقول ان هو خط افقي تمام كانه موازي للمحور الافقي بتاعه لحد ما فهمتوا حاجه ثانيه المره الجايه. اوكي وصلنا لهذا الشيء. طيب لو كان الكورنر فريكونسي زيرو ايه اللي هيحصل؟ هطلع نفس القصه. الاول لو كان زيرو يبقى الجين هتصرف معاه ازاي؟ نفس القصه هتحرك دي كين واطلع 20 ديسم ومد ايه؟ دول الاسيمتوتس بتوعي. يبقى هم دول الاسيمتوتس هنا ودول هما الاسيمتوتس. بالنسبه للزاويه خلاص ده هنا كام؟ زيرو. يبقى هطلع 45 درجه وبعدين ارجع من هنا من الواحد على تاو ارجع واحد من عشره واوصل دي دي وبديها على استقامتها لحد قيمه ال 10 على تاو وبعد كده اعمل خط مستقيم. بصوا بقى الروتس دي منكم يعني ايه كل واحد منهم من نفسه كده اكتبها بايدك حتى بالعربي. هتوصل في الاخر لشكل اسيمتوت شويه خطوط كده مستقيمه متكسره كده فيها شويه انكسارات بتعبر تقريبا عن الرسم.
بس مش هاد يا جماعه بس.